انت هيك. يقف عناصر الدفاع المدني هنا بريف حما وقفة احتجاجية على المجازر التي ارتكبت بحق أهالي مدينة دوما جراء استهدافهم بغاز الكيماوي من قبل النظام، والذي أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء. نحن عناصر الدفاع المدني في ريف حماة نجري وقفة احتجاجية على المجازر التي يقوم بها النظام المجرم في أهلنا وأخوتنا في الغوطة وفي دوما بالتحديد، التي راح ضحيتها أكثر من 186 شهيد بمجزرة الكيماوي. نحن فريق الدفاع المدني في الريف الشمالي في ريف حماة الشمالي نقوم بوقفة تضامنية مع أهالي دوما نتيجة تعرضهم للغصف بغاز السارين واستشهاد أكثر من 150 مدني. اتمنى من الله هيك الغوطة الشرقية تكون بخير ونحن متضامنين معها كلياتنا. اي واحد اي فرد بسوريا نحن مع الغوطة الشرقية قالبا وقالبا، دمنا معهم. ونتمنى من المجتمع الدولي محاسبة هذا النظام المجرم الارهابي على اعماله الشنيعة، ونتمنى من فصائلنا بالشمال السوري تفتح عمل ضد هذا النظام المجرم لتخفيف الضغط عن اهلنا في مدينة دوما.